أنتم تعلمون تركيب البيضة، بنية البيضة هكذا، قشرة تسمح بدخول الهواء، هنا في طرفها فجوة هوائية، وبعد ذلك هناك المادة الزلالية البياض، بياض البيض، وهناك المح صفار البيض، وفي أعلى المح دائما النقطة البسيطة الحمراء، هذا الكتكوت الذي يصبح كتكوتا هو هذا، ويتغذى على الصفار، والصفار يعدم قليلا قليلا قليلا. وهناك حبلان زلاليان مفتولان سبحان الله، متعلق إيه به ماء المح، فكيفما حركت إيه البيضة يبقى إيه الصفار فوق. ولكن الكتكوت هذا المادة الغذائية في الأيام الأولى تبدأ تترسب إيه في أسفله، إن لم تقلب البيضة تمزقت الأوعية فلا يخرج كتكوت. السؤال الآن، من أو ما يقول لك نيتشر سيلكشن، الانتخاب الطبيعي، يا مرحبا بالانتخاب الطبيعي، ما أو من الذي علم الدجاجة هذه الآلية؟ غريزة يقول، جميل جدا، لدينا نحن المفارقة الشهيرة، الدجاجة أولا أو البيض أولا، هنا شيء أصعب من هذه المفارقة بالنسبة للتطورين الماديين، شيء هذا الذي ألهمني فكرة خطبة اليوم كلها، شيء أصعب من موضوع إيه؟ أيهما أولا البيض أو الدجاجة؟ يكون غريزة بالتطور بالتجربة والخطأ بالفعل منعكس الشرطي تفسير الآلي البيهيفيرال، يعني تفسير إيه السلوكي، تفسير إيه التجربة والخطأ، تفسير التعليم، ثلاث نظريات في تفسير الغريزة كلها فاشلة، كلها قرأت وطلعتها دققت كلها فاشلة لا تفسر لنا. تعرفون لماذا؟ انتبهوا، ليس هناك وقت أصلاً ليعمل الانتخاب الطبيعي. لدينا نفترض لأول مرة دجاجة أو بيضة، الله أعلم، الله خلق أيهما أولاً، لنفترض الدجاجة، خلق الله الدجاجة، بارت البيضة، إن لم تكن مغروزة فيها هذه الغريزة هلك البيض فهلكت الدجاجة فانقرض هذا النوع، انتهى خلاص، ما في من البداية، ما في عندي أنا 10,000 100,000 سنة أو 10,000,000 سنة لكي إيه تجرب وتخطئ. كيف ستتكاثر أصلاً؟ هل فهمتم؟ كيف ستتكاثر؟ وين الظرف الزمني لتكاثر الدجاجة؟ من هنا داروين كان أي يتصدع رأسه من الغريزة هذه، جننت الغريزة هذه. أعيد مرة ثانية حتى نركز، لدينا بيضة ولدينا دجاجة أمها، إذا قلبتها نجت إيه؟ البيضة أيها الإخوة، وجاء الكتكوت، إذا لم تقلبها هلكت أول دجاجة أو أول إيه؟ وأول بيضة، واضح؟ وانتهى كل شيء، وفني هذا إيه النوع، وفني هذا النوع. لكن يبدو أن الدجاج من أول لحظة منذ خلق أيها الإخوة كان يفعل هذا، هذا شيء غرزي، هذا شيء غرزي، غريزة الأمومة. ها يتحدثون يقول غريزة الأمومة تحدي كبير لنا، لماذا؟ غريزة الأمومة، أم ترعى وتحدو وتحنو على صغارها أيها الإخوة، ينجو الصغار، تستمر الحياة، تكاثر، إعادة إنتاج، ريبرودكشن. أم ليس عندها الغريزة يهلك الصغار، يتفانى النوع مباشرة، أليس كذلك؟ فالأمومة كان يجب أن تكون من أول يوم غريزة. غريزة، من الذي غرزها؟ ما ينفعش تقول لي الانتخاب الطبيعي، ما فيش فرصة زمنية للانتخاب الطبيعي، الانتخاب يريد زمنية طويلة كما أقول لكم دائما، الانتخاب يريد أفراداً كثيرين يشتغل عليهم وينتخب منهم إيه؟ الأصلح وفق الآلية المعروفة، أفراد كثيرون وزمانية طويلة، هذا غير متوفر الآن.